ولتفاصيل أوفى مشاهدينا حول مشهد الانتخابات التشريعية ينضم إلينا من بنوبة في تونس مراسلنا بلال مبروك. بلال، أنت موجود الآن في بنوبة، وكما عرفت هي مدينة القصور التاريخية، ما يجعلها مدينة سياحية بامتياز. ما الذي تنتظره بنوبة من مرشحيها بلال؟ نعم داليا، بعد التحية، يعني مدينة منوبة هي إحدى المدن المكونة أو إحدى المحافظات المكونة لإقليم تونس الكبرى، إقليم العاصمة. هذه المحافظة الحديثة في الحقيقة هي تم استحداثها أو تم تركيزها كمحافظة في يعني أواخر التسعينات، وبالتالي هي مدينة حديثة. هي كما ذكرت مدينة تحتوي على قصور وتحتوي على مواقع أثرية كبيرة، بها المتحف العسكري الأكبر في البلاد، وأيضا بها العديد من المواقع الأثرية الأخرى. أيضا هي مدينة ذات طابع فلاحي، مدينة ذات طابع فلاحي، وبالتالي الاستحقاق الفلاحي أو تعصير هي منوبة. بلال، فقط حتى نؤكد النطق الصحيح لمشاهدينا، منوبة. منوبة، نعم. هي منوبة، مدينة منوبة غرب العاصمة التونسية، محافظة منوبة غرب العاصمة التونسية وتابعة لإقليم تونس الكبرى. هذه المدينة هي مدينة فلاحية ومحافظة فلاحية، بها يعني حقول ومزارع كبيرة، وبالتالي ربما الاستحقاق الأول أو أول ما يطلبه المواطنون هو تعصير تعصير الميدان الفلاحي، بما أن هذه المدينة هي مصدرها الأساسي هو مصدر فلاحي. أيضا هذه المدينة تحتوي على أكبر مركب جامعي في الجمهورية التونسية، وهو مركب الجامعي بمنوبة، به كلية الآداب الأكبر في تونس، كلية الآداب والفنون في منوبة، وأيضا معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومعاهد وكليات أخرى تختص في الاقتصاد. وبالتالي أيضا فيما يتعلق بالطلبة والحياة الجامعية وتعصير الحياة الجامعية سيكون من أهم المطالب التي يرفعها مواطنو هذه الجهة حيال النواب الذين سينتخبون. هذه المحافظة تحتوي على 7 مقاعد يتنافس عليها 59 قائمة ما بين حزبية ومستقلة، ولكن عدد القائمات المستقلة كبيرة وأكبر من نظيره في سنة 2014، وهذا يؤشر بأن القائمات المستقلة ستحضر بقوة في هذه الانتخابات، ستكون حاضرة بقوة، وهذا تؤكده استطلاعات الرأي يعني فيما يخص منوبة وغيرها من المحافظات. تعطي حزب نبيل قروي قلب تونس كما سمعنا في تقرير زميلتنا المرتبة الأولى، حزب حركة النهضة المرتبة الثانية، وحزب الحركة الدستورية يعني الثالثة، والمستقلون يعني تقريبا في المرتبة الثانية يعني بعد القروي إذا تحدثنا عن القائمات المستقلة. وبالتالي يمكن قد لا تكون مفاجأة، كل شيء متوقع، سيما بعد نتائج الدور الأول من انتخابات الرئاسية، كل شيء متوقع، ولكن يتوقع بشكل يعني كبير أن تكون للقوائم المستقلة الكلمة الأقوى، خاصة في هذه المحافظات ذات الطابع الفلاحي، ذات الطابع يعني يعني يكون فيها الناخب يعني يطمح إلى تطوير أمور حياتية مثل هذا. نعم. سنبقى ونتابع كل جديد. أشكرك جزيلا من شمال تونس من منوبة بلال مبروك. شكرا بلال.